حياتي. نعم قلبي. قريت معلومة ومعلومة يعني صحيحة إن الذهب إذا لبستها المرأة برجلها تعطيها طاقة إيجابية، سعادة، والله والله حنان زين، إيه يعطيها كل شيء، باور، تحب الحياة. أوكي، فأنا قريت هالمعلومة فقلت الشهر الجاي عيد ميلادي. مو هي هاي هذا الفيلم كله. أوكي. لا بس والله روح اقرا، سوي جوجل. هسا انا ما جوجل ما ما تعب روحي. ليش تعب روحك؟ زين والله العظيم اجى عيد ميلادي، هديه عيد ميلادي، خاطري في خلخال ذهب. شفتوا شلون؟ شفتوا شلون بدا الفيلم؟ لا قريت ها الخلخال ما ادري الحجل. والله معلومه انا قاعد احلف، هاي معلومه حقيقيه. زين وهاي لازم كل زوج يشتري حق زوجته. راح تنخرب بيتكم يعني. خلخال ذهب يعني مو عبالكم يعني. ايه. لا اريد خلخال ذهب صراحه. خلخال. وعلى فكره من شوفوا سبحان الله، من اول ما انكتب كتابنا ورحنا نختار الذهب كان خاطري في خلخال، بس كانوا كبار فما اعرف ليش، ما اعرف ليش ما اشترينا. سو هسه بعد 14 سنه اريد الخلخال الذهب. اقول لكم طبعا انا تعقدت. تعقدت من شنو؟ من هو عيد ميلاد بالسنة بالسنة مرة يعني اللي يسمعك يعني هي عيد ميلاد بالسنة وعيد زواجنا وعيد الحب وعيد كتب الكتاب لأن احنا نسوي يعني ما في، والعيد الفطر وعيد الأضحى. أوكي، وبعد يا عيد هو عيد الأم ها وعيد العيلة. يعني كم يعني كم واحد يلعنه بالأصابع يا روحي أنت؟ ليش مكبر الموضوع؟ لا 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 والله انا تعقدت. ها ويوم المراه لا تنسى. ايه؟ اقول لها انا تعقدت راح اتخبل ماكو بعد حياتي يا مره بس انا عيد ميلادي. انا كم مره يا مره انت عديتيهم يرادلهم هاي بس اركض وراك. لا لا كل شهر هديه حبيب. كل شهر هديه كل شهر هديه. انت روحي معودة حياتي عيد ميلادي بالسنه مره بالسنه مره. شو انت مره كنت مره عيد الام مره عيد الاخت مره عيد البطيخ مره عيد الشسمه مره عيد طول لي بالي ما ادري شنو مره زين. اي يوميه طلعت ها على فكره هو مو بس عيد ميلادي وعيد ميلاد الشركة بروميروز، سو عيد ميلادات اثنين أنا وشركة بروميروز نستاهل صح؟ تعرفين شنو؟ يعني حجولة اثنين. لا لا خلاص بس واحد حجر واحد بس. أوكي؟ لا أوكي ولا هاي قدام الكاميرا. لا حتى هسه لو قدام بطيخ حتى لا تقولي نسيت، هاي الناس كلها راح تعرف. ما علي لا عيد ميلادي وريد هدية. لا هدية ولا لا والله العدا اقول لك شلون يجي عيد ميلادي ها حرام عليك تسكتيني يمكن بجدر قومه ولا بمقلوبه وهاي حامد الله وشاكره. سويت اغنيه بعيد ميلادك. اغنيه صار لها سنتين ما ثلاثه الاغنيه وانا استغفرك اي انا يعني انا الهدايا مالاتي عميقه تكفوا لك شيء ثلاث اربع سنوات صح؟ العدو العقد الارماز. لا خلينا من هالموضوع احنا قاعد نتكلم على عيد ميلادي لو سمحت. لا عيد ميلادي هسه اريد هديه. شوف عيد ميلادي. لا اريد هديه اريد هديه اوكي واريد خلخال ذهب. حياتي يا جماعه الخير شوفونا شنو وين يبيعون ذهب. حرام للمراه. اي صح اي لا وانتم تحرمون على كيفكم. اي شوفونا وين احسن محل مغير مصلحتنا ودزوا العنوان حق وعد. لا دزوا العنوان ولا بعد دزوا العنوان باي هديه عطوا.